بعد الأمر أن التطورات كانت متسارعة وليست فقط سريعة من قبل سماحة السيد مقتدى الصدر ومن قبل الجمهور الصدري، بالإضافة إلى أنه ما كنا نتوقع بعد أن يخرج لنا سماحة السيد اليوم في هذا البيان السريع والقصير جدا والذي درأ الفتنة فيه وحقن الدماء. نعم، لكن بعض الإجابات اللي كانت من قبل الأخوة في الإطار وخصوصا البيان اللي صدر من الإطار التنسيقي والذي أراه تعمد لن يذكر فيه اسم السيد مقتدى الصدر على عكس بعض القيادات السنية والكردية الذين أشادوا كثيرا باسم السيد مقتدى الصدر وأنه حقن دماء العراقيين وانتهت هذه الفتنة التي كان لها أن يدخل البيت الشيعي في حربا شيعية في الجنوب بالكامل وتحترق أوراق العملية وتنتهي منظومة الدولة التي بنيناها ديمقراطيا بعد 2003 لحد الآن. إذن أرى المجاملات لن تكون بالمستوى المطلوب. نعم سيد المياحي، حياك الله مرة أخرى. بودي أن أسأل، أين وصلت مبادرة الزعيم بارزاني للحوار بين الأطراف السياسية، وما الذي تطرحه هذه المبادرة بالتحديد، وهل تشمل المبادرة أيضا الحديث مع السيد الصدر بالعدول عن قراره؟ والله قبل وبعد تغير الأمور كثيرة، تغيرت الأمور كثيرا. مبادرة أولا فخامة الرئيس مسعود بارزاني وبعدها نتشرفان بارزاني، وعندما كان هناك حديث عن الذهاب إلى بغداد والجلوس مع الأخوة جميعا أصدر السيد مقتدى الصدر تغريدة عطل بها المبادرة والعملية السياسية بالكامل. لذلك التأني الآن من أجل أن تهدأ النفوس جميعا أفضل قبل أن ندخل بحوار مباشر مع الأخوة، ولكن أنا متوقع أن لأربيل سوف يكون القرار الحسم في جمع الفرقاء والأصدقاء على طاولة واحدة من أجل أن نشكل حكومتنا وبعدين نتحدث عن المشاكل اللي موجودة فيما بين الأحزاب. أما ما يتعلق بسماحة السيد الصدر، أنا أستبعد أنه سوف يفتح الباب الآن في هذه المرحلة، خصوصا وأنه أشار اليوم في البيان الرسمي والكلمة أنه يحترم رؤية المرجعية، لذلك انسحب من العملية السياسية ورفض الإجابة على أي سؤال يتعلق بالسياسة. لذلك المبادرة سوف تكون مستمرة وسوف يكون لها نتاج إيجابي إن شاء الله، لأنه اعتدنا أربيل كانت وما زالت هي تجمع الأخوة سواء كان في المكون السني أو المكون الشيعي لشخصية السيد مسعود بارزاني. نعم سيد هيثم، قبل أن نشرب بقليل استمعنا لكلمة السيد رئيس الجمهورية برهم صالح، قال فيها أن الانتخابات وحل البرلمان وفق التوافقات هو مخرج للأزمة، لكن باعتقادك هل حل البرلمان والانتخابات بدون تعديل الدستور سيكون فعلا مخرج، أم أننا هو تأجيل فقط للأزمة والتصعيد؟ والله البيان كان غير موفق حسب رؤيتي وحسب قراءتي السياسية، هذا ما له علاقة بالحزب نهائيا. كنت أتوقع من السيد برهم صالح أن يخرج للشارع العراقي بعد خروج السيد مقتدى وهذه الكلمة الرنانة ودرء الفتنة يقول أنا أسحب نفسي من الترشيح أو أستقيل كرئيس جمهورية، حتى الشارع شوي يكون عنده أمل بالدماء اللي قدمها. هناك تغيير، أي خطأ يصير في أي دولة أوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية من أي سياسي في أعلى منصب، إن ما خرجوا خمسة أشخاص بمظاهرات والله يستقيلون ويقدمون اعتذارهم للشعب. نحن الآن نعيش أزمة وصراع داخلي خطر جدا، إذا ما تمكننا أن نتوافق داخليا كأحزاب وكقادة لا ضير في هذا الإنشاء اللي نسمعه من عندهم يومية، أنا مؤيد وأنا رافض وأنا مع وأنا ضد وأنا سوف أفعل هذا وذاك، وهذه الأمور ما راح تقدم للشارع. الشارع الآن مستاء، هناك دماء، هناك مشاكل تزداد يوم بعد يوم، وهناك تردي في الخدمات وغيرها. إذن قدم لي فد شيء، انتخابات مبكرة أو انتخابات جديدة، محتاجين ميزانية ومحتاجين تخطيط وموافقة أمم متحدة وموافقة المراقبين الدوليين وغيرها، وأيضا إعادة صياغة منظومة التصويت، شلون راح تبقى نفسها أم لا. طيب سيد هيثم، يعني بهذا الطرح الجريء والشفاف أيضا بذات الوقت، لو كان هناك توصيف للمرحلة التي وصلنا لها، ما الوصف لدى هيثم المياحي لهذه المرحلة الآن؟ هي الابتعاد عن الدولة والدخول باللا دولة. بما أنه إذا سمحت لي، بما أنه شفنا وشهدنا ما حدث في الخضراء في صباح يوم
اقتحم الأخوة الثوار إلى داخل الخضراء وسيطروا على البرلمان، الأخوة في الإطار سيطروا على المعلق والجسور الأخرى وحصروا الخضراء من الخارج. أين هي الدولة من كل ما يحدث؟ أين القوات؟ أين الجيش؟ أين القائد العام للقوات المسلحة؟ أين رئيس الجمهورية؟ إن كانت من يسيطر علينا هو السلاح اللي يسميه السيد الصدر المنفلت أو الميليشيات أو غيرها، أو من هو يدير العملية السياسية؟ كيف يؤمر السيد الكاظمي بفتح البوابات؟ كيف اليوم يؤمر بغلقها وفتح الجسر المعلق وما شابه؟ يعني من هو المسؤول؟ نحن في فوضى لا دولة، لا يوجد دولة لحد هذه اللحظة، وهذا ما يخيفنا حتى في كردستان، أنه عدم استقرار بغداد وعدم استقرار قرارهم أيضا وتوحيده راح يشكل عدم استقرار بالنسبة لنا، ووضع الأمن يكون بخطر. نعم أستاذ هيثم المياحي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لك.